غسيل مخمل اندكيشن وكونترا اندكيشن. تمام يا ولاد. واخدنا الستاتيك بوست واخدنا الريتنشن فور وكنا واقفين عند الريزيستنس فور. خلصنا يا ولاد الريتنشن فورم وقلنا الفاكتوس الافكت ريتنشن السيرفيس كونفجريشن ان الثريدد بوست مور ريتنتيف ذان السموث بوست اللينس ان كل اللونج بوست مور ريتنتيف ذان الشورت وقلنا السيكنس السيك بوست مور ريتنتيف ذان السينر بوست وقلنا الجيومتري اللي هو البوست مور ريتنتيف ذان مين يا ولاد؟ التيبر. بس انا عمري ما بستخدم البارالل بوست. ليه يا ولاد؟ يا دكتور، هو المحاضرة دي هتتعاد تاني ولا نعم المحاضرة هتتعاد تاني؟ يا حبيبتي هتتعاد تاني على الساعة 4:30. ممكن بقى ما ندخلش في حاجات جانبية عشان نقول المحاضرة، تمام. يعني اللي عايز يسأل في حاجة في اللي بشرحه تمام، لكن حاجات جانبية هعمل لكم كلكم بيوت. تمام، ده في آخر المحاضرة بعد إذنك. حاضر، أنا آسف. احنا يا ولاد كنا واقفين في الفيس تو فيس لغايه الريتنشن فورم. تمام يا مريم. تمام يا دكتور. هناخد دلوقتي ريزيستنس فورم. الريزيستنس فورم تحتيها حاجتين، تو فاكتورز، الستريس ديستريبيوشن والروتيشنال ريزيستنس. ان انا بقول لك انا عايزه لما تيجي تعملي بوست وكور ما تعمليليش ستريس كونسنتريشن، وزعي الستريس على طول الكنال. فانا بقول لك الفاكتورز اللي بتأفكت الستريس ديستريبيوشن البوست لينس بيكون دايركتلي بروبورشنال تو ستريس ديستريبيوشن. يعني كل ما البوست يكون اطول كل ما يكون الستريس ديستريبيوشن احسن والستريس كونسنتريشن يكون اقل. يعني ايه ستريس كونسنتريشن يا ولاد؟ يعني يجمع الستريس في نقط فيعمل كراك، فيعمل كراك في الروت ويعمل كاتاستروفيك روت فراكشر. تمام، يبقى البوست لينس از دايركتلي proportional to stress distribution. بقول لك حاجة تانية، إن البارلل بوست بينكريز الستريس ديستريبيوشن. تمام، بس أنا ما بستخدمش البارلل بوست يا ولاد علشان هيعمل ويكنينج للتوس ستراكشر وهياخد كتير من التيم بتاع الروب وبيعمل ستريس كونسنتريشن زائد. تمام، وبقول لك لما تيجي تعملي بوست ما تعمليش شارب لاين انجلز عشان بتعمل ستريس كونسنتريشن. تاني حاجه عندي في الريزيستنس فورم روتيشنال ريزيستنس، اي سنجل كنال يا ولاد، اي ابر سنترال، اي ابر لاترال، او كلاين، او لور فور، او لور فايف. لو حطيت بوست وكور وكراون عادي جدا ان البوست يحصل له روتيشن في الكنال ويخرج بالكور بالكراون. فانا بقول لك عايزه روتيشنال ريزيستنس، يعني ايه؟ عايزه حاجه تقاوم ان البوست يحصل له روتيشن يلف ويخرج من الكنال والكور والكراون. فعايزه حاجه انتي روتيشنال فاكتور. بعمل ايه؟ بجيب الروت عندي يا اولاد وممكن اعمل فيه جروف في البالكست بورشن. يعني ايه يا وليد؟
شايفين الصورة اللي قصادنا دي؟ هنا في روت، ممكن أعمل جروف بكل أو بلتل علشان لما يجي الكراون يلف ويخرج من الوسط الجروف يعمل ريزيستنس، انتي روتيشنال ريزيستنس، يمنع دوران الروتيشن بتاع البوست وان هو يخرج. فانا ممكن اعمل انتي روتيشنال فاكتور ان انا اعمل جروف في البقل او في البلتل وقول بتاع الروت من البقل او من البلتل. ممكن اعمل بن في الروت يا ولاد، يبقى البن مع البوست يبقى انتي روتيشنال فاكتور. ممكن اعمل اوكسيلري بوست، يعني ايه؟ عندي مثلا لور 6 حطيت البوست في الوايدست كانال اللي هي الديستال كانال، ممكن اعمل اوكسيلري بوست يا ولاد في الميزولينجوال كانال. فتو بوستس، واحد اساسي واحد اكسسوري او اوكسيلري، ده بيعمل انتي روتيشنال فاكتور. لو جه الكراون يلف هيلاقي بوست قصاد البوست فبيبقى انتي روتيشنال فاكتور. يبقى انا يا اولاد عندي ريتنشن فورم واتكلمنا عنها، ريزيستنس فورم عندنا حاجتين تحتيها، ستريس ديستريبيوشن، وتاني حاجه روتيشنال ريزيستنس. الستريس ديستريبيوشن ان انا بقول لك عايزه ان يكون الستريسز تكون حصل لها ديستريبيوشن along الوول لينس بتاع البوست، وما يكونش حصل لها ستريس كونسنتريشن في اريا معينه عشان ما يحصلش روت فراكشر. وبقول لك غير الستريس ديستريبيوشن عشان الريزيستنس فور انا عايزه روتيشنال ريزيستنس. ما معنى كلمه روتيشنال ريزيستنس؟ يعني عايزه حاجه فيتشر تزودها على الشغل بتاعك تمنع من دوران الكراون بالبوست ويخرج. طيب ايه اللي ممكن يمنع دوران من الكراون يلف بالبوست ويخرج؟ ان انا اعمل جروف في البكال وول او البلتال وول بتاع الروت، او ان انا اجيب الترنك بتاع الروت واقوم. شايفين يا اولاد الصوره اللي هي فيها سيكشن من الروت وهو سيركل ان شيب؟ شايفه احمد عصام؟ احمد عصام ايوه دكتور، شايف السيركل اللي قصادك دي؟ اه، جواها ايه؟ التجويف الطبيعي اللي هو هحط فيه البوست. تمام. في دوريه بقى، عندك باكل وول والبلتال وول، ممكن تعمل في اي واحد فيهم تجيب تعمل هول تحط بين، فاهم قصدي؟ في السيركل دي. يبقى انا الانتي روتيشنال فاكتور ان انا ممكن اجي عند الباكل وول واعمل جروف او البلتال وول، او اجيب الروت ترانك واقوم عامل فيه هول وبين، وده يبقى انتي روتيشنال فاكتور. اخر حاجه في الانتي روتيشنال فاكتور، لو هي السنه فيها كذا كانال احط في الوايت كانال المين بوست واعمل اوكسيلري او اكسسوري بوست، فكده يبقى انتي روتيشنال فاكتور. عرفنا ايه الانتي روتيشنال فاكتور يا اولاد؟ لا اما جروف، لا اما بين وول، لا اما بوست تاني اكسسوري بوست او اوكسيلري بوست. في حاجه صعبه يا احمد عصام؟ لا تمام يا دكتور. طيب عايزه اقول لكم بقى حاجه يا اولاد، عايزه ارجع معاكم، حتى اقول لكم في صور عايزه اراجع معاكم عشان نبقى فاكرين احنا خدنا ايه وما خدناش ايه. احنا قلت لك البوستات عايزين نراجع، عندنا البوستات يا اولاد ممكن تكون ميتاليك بوست، وقلت لكم كان زمان في الجولد بليتد سكرو بوست، قلت لكم اللي هيشتغل فيكم في وزاره الصحه هيشوف البوستات دي، شايفينها؟ شايفينها؟ يبقى انا قلت لكم عندنا البوست ممكن يكون ميتاليك ونون ميتاليك. الميتاليك تحتيها البوستات دي اللي هي الجولد بليتد دي، بتبقى كت فيها السايزات كلها واللينسات، وانت بتحطي البوست اللي يعجبك. ودي يا اولاد ليها عيبين، ان هي بتعمل كاتاستروفيك روت فراكشر، بتكسر الروت، وليها عيب تاني ان هي الاستاتكس بتاعتها وحشه.
عملنا بوستات ميتال تانية اسمها كالتيتينيوم بوست، دي ما بتعملش كاتاستروفيك روت فراكشر، ما بتكسرش الروت عشان بتكون الاستيك بوست، بس الاستاتكس بتاعها وحش. بعد كده عندنا الفايبر بوست يا ولاد، جينا بقى واحنا عندنا الميتاليك بوست، وبعد كده عندنا الاستاتيك بوست. قلت لك تحتيه ثلاث حاجات، الكربون فايبر، قلت لك الاستاتيك بتاعه وحش قوي، عايز اوريك صوره الكربون فايبر اهو يا ولاد. شايفين يا ولاد اللي عندنا صورة فوق اللي هي الكاستم ميد بوست، تمام؟ في بقى صورتين تحت، في حاجة سودة، شايفين البوستات السودة دي يا ولاد؟ يا ولاد مريم شايف البوست الأسود ده؟ ايه يا دكتور شايفه؟ هي دي الكربون فايبر بوست يا حبيبتي. أول حاجة طلعت الأساتكس بوست، قلت لك إن هي هيستوريكال وبتعمل باد اساتكس عشان هي بتعمل ديسكالريشن للتوس ستراكشر، هي كربون هتسود الكنال، هتسود التوس ستراكشر بتاعنا، تمام. تاني حاجه اللي جنب الكربون فايبر بوست الابيض ده الزيركونيا بوست، وقلت لك ان هي هيستوريكال عشان بتعمل كاتاستروفيك روت فراكشر وبتعمل ويدجنج اكشن وبتكسر الروت. جينا بقى للي احنا بنستخدمه يا اولاد اللي هو الفايبر بوست، هوريكي صورته حالا. الفايبر بوست اهو يا ولاد، اهو عندي البوست الابيض جنبه الدريل الابيض ده، ارفع حاجه ممكن نحطه في اللاترال، جنبه البوست الاصفر ممكن نستخدم له الدريل الاصفر ده، ممكن نعمله في بري مولر او ممكن نعمله في سنه الروت كانال بتاعها ضيق. عندنا اللي جنبها البوست اللي جنبه ريد بوست الكالر كودد، يعني اللون بتاعه احمر والدريل بتاعه ريد برضو، ده ممكن نستخدمه في سنترال. بعد عندنا اكبر حاجه بقى اللي هو اليلو البلو بوست، ده ممكن نعمله في كاناين والدريل بتاعه برضو بلو، والجلاسيكس اللي هو النوردن ده يا ولاد اكتر نظام فيه ستاندرايزيشن، تستخدمي الدريل الابيض تحطي البوست الابيض وانت مغمضه. طيب انت لما تيجي تشتغلي في العياده انا موافقه عادي ان انت ممكن تستخدمي حاجه صيني، هوريكي الصيني زي ايه. ده مثلا صيني، ما عنديش مشكله انك تستخدمي البوستات دي، لكن عندي مشكله تستخدمي الدريلات اللي فوق دي. الصوره واضحه عندكم يا ولاد؟ البوستات استخدميها، لكن هنستخدم اني دريل؟ النوردن. النوردن هو الدريل الوحيد اللي بيدخل اي كنال ما بيعملش لا فراكشر ولا بيعمل اي مشاكل، يبقى انا مدياكي حريه تستخدمي البوست اللي انت عايزاه، لكن الدريل لازم يكون نوردن، تمام يا ولاد؟ سواء بقى البوست اللي استخدمناه جولد بليتد زي ده او فايبر بوست زي ده، ده اسمه ريدي ميد بوست، وليه طريقه في الفابريكيشن ان احنا نعمله سيمنتيشن ازاي. اول حاجه يا اولاد عندي اهو كماين اهو معمول له اندو، تمام، وفايف حاجي، شايفينهم يا اولاد الكناين والفايف اللي قصادنا؟ شايفهم يا حبيبتي الكناين والفايف معمول لهم اندو والكتابيركا باينه اهي، تمام. هوريك ازاي بعمل الريدي ميد بوست، هجيب الدريل بتاعي زي في الصورة اللي بعديها، سوري هجيبها بسرعة. شايف الدريل؟ شايف الدريل ده النوردن، زي مثلا هنا هستخدم البوست الأحمر، يبقى هجيب الدريل الأحمر واعمل بريبريشن للروت كانال، تمام يا مريم؟ دخلت البوست النوردن، عايزه اقول لكم ان البوست النوردن قصدي دريل النوردن اكتر دريل امن وبيعمل بريبريشن للروت كانال من غير ما يعمل فراكشر
ولا يعمل برفوريشن ولا يعمل اي مشاكل. انا بخاف لما اجي اعمل دريلنج ان انا اعمل برفوريشن للروت كانال. فانتوا هتستخدموا الدريلات اللي هي النورد. دخلت الدريل وخرجته وصلت لللينس بتاعي، لو السنه كلها 21 يبقى انا هنزل 14، هجيب البوست اللي هو الاحمر وانزل بيه لغايه 14 مللي. بعد كده هلزقه يا ولاد بالسمنت، وبعد كده هحط الكور ماتيريال بتاعتي، بعد كده بالكونتر هشيل الاكسس بتاع البوست. اول ما بحط البوستات وبحط السمنت بتاعي هبتدي ابني الكور، بنيته اهو، هعمل كيورنج بلايت كيور، وبعد كده اشيل الاكسس بالكونترا، بيبقى شكل السنة عامل. في حاجة صعبة يا ولاد؟ لا يا دكتور. دكتور حضرتك ممكن تعيدي من اول ما حطيت البوف والسمنت بتاعه؟ من ساعة ايه يا روحي؟ من السمنتيشن بتاع البوف. ممكن نعيد من الاول خالص. بصي يا ماي، عندي اهو كناين وعندي فايف حصلهم اوبتوريشن وكتبرشة باينة، هجيب الدريل بتاعي وانزل طولتين الكنال زي هنا الصورة باينة. اه يا دكتور حاضر. تمام. بعد كده بفضل داخلة خارجة بالدريل لغاية ما اتأكد ان نزلت ال 14 مللي، وابقى معلمة يا ماي على الدريل بالاستوبر 14 مللي بالمسطره. فضلت داخل خارجه ونضفت والدنيا حلوه، ونزلت بالاستوبر لغايه 14 مللي بالمسطره كده تمام. ببتدي اجرب البوست بتاعي واشوف هيدخل ال 14 مللي ولا لا. لو بستخدم الدريل الاحمر يبقى هدخل البوست الاحمر، شغاله بالدريل الاصفر يبقى هدخل البوست الاصفر. شغاله دريلات نوردن عادي، ممكن بوستات نوردن. لو البوستات النوردن غاليه عليا جيبي بوستات صيني عادي، ما عنديش مشكله. جيبي بوستات قولي بوست، ما عنديش اي مشكله. هاتي بوستات كول صيني نوردن، ما عنديش مشكله. لكن انا الدريل مش هقبل في العياده غير الدريل اللي هو الجراسكس، اللي هو النوردن، اللي هو الفرنساوي، هو ده الوحيد اللي ما بيعملش برفوريشن. اي دريل تاني بيعمل برفوريشن. ممكن تجيبي دريل صيني ويمشي في السنتر، لكن يعمل لك برفوريشن في لاترال، في ابر بريمولر، لور بريمولر، يبقى هدير لك مولر. تمام يا ولاد؟ جيت هنا جربت البوست وتمام. هبتدي اعمل له البوست وهو بره ايماي، بجيب السمنت بتاعي واقعد امشي على البوست باللزق، وادخل بالتب بتاع السمنت جوه الكنال واعمل انجكشن، بعد كده ادخل البوست لغايه علامه الاستوبر، بعد كده اجيب اللايف كيور واعمل كيورنج، وبعدين بحط الكور ماتيريال. بصي اللزق بيبقى ريزن يعني كومبوزيت، والكور بيبقى كومبوزيت. هيبقى مونو بلوك. وعايزه اقول لك حاجه، شركه كولتن عامله سيرنج اسمها باراكور. ايه الباراكور ده يا مي؟ ده هو لزق وهو كور في نفس الوقت، فاهماني؟ فانا ممكن السيرنج دي ولتكن باراكور بتاعي، واقوم عامله منه على البوست، واقوم عامله منه جوه الكنال، واقوم عامله انسرشن للبوست، واقوم مكمله مزوده على البوست وعلى التوس ستراكشر، وعامله الكور، وبعد كده اقوم عامله كيور كلهم، بعد كده اقص الزياده. شايفه في الصوره؟ في كور بعمله وفي اللي جنبها في اكسس من البوست. بعد ما بعمل كيورنج واشيل بقص بالكونترا الاكسس من البوست، ما بياخدش دقيقه. هنا بعد الكيورنج حطيت الكيورنج ماتيريال، حطيت الكور ماتيريال سوري،
ودلوقتي انا بستخدم في عيادتي حاجه اسمها باراكور وحاجه اسمها شارم كور، الاثنين بيستخدموا كلاس وبيستخدموا اذا كور ماتيريال في نفس الوقت. تمام، انا الاول بعمل اسيد اتش وبعدين بحط البوم وبعدين بحط هي السيرنج الواحده دي بحطها في الكنال وعلى البوست، واقوم حاطه البوست لغايه اعمل له انسيرشن في الروت كنال لغايه الاستوبر بتاعي، وبعد كده اكمل اعمل الكور، وبعد كده اشيل، وبعد كده اعمل كيورنج، وبعد كده اشيل اكسس بتاع البوست. هنا عملت كيورنج، في الصوره اللي بعدها هشيل الاكسس بتاع البوست، وكده عندي سنتين بقى شكلهم كويس. في حاجة صعبة؟ دكتور، هو الاتش انا بعمله في الكراون بس ولا ممكن بعمل في الروب كمان؟ لا بعمل في الروت. سوري، قصدك الاسيد اتشينج؟ الاتش لا بعمله في الانامل، في الكراون بس، في مكان الكور. تمام؟ واساسا انت بتستخدم البوند، في نوع بوند كده بتاع الباراكور بيكونوا 3 حاجات كده، ممكن تستغنى عن الاسيد اتش. يعني مين اللي بيتكلم؟ كريم. بص يا كريم، كل سيستم يعني مثلا الباراكور بينزل معاه 3 بوند، بتستخدم الاخضر لوحده، بعد كده تحط الاحمر على الاصفر مع بعض. الشارم كور مش بينزل معاه بوند، فبستخدم البوند بتاع سي ام اليونيفرسال. قصدي اقول لك ان كل كور بيكون ليه بوند وليه اسيد اتش، وفي كور بيبقى البوند والاسيد اتش حاجه واحده. فاهم قصدي؟ يعني كل كت ليها بروتوكول. تمام؟ دلوقتي بقى يا ولاد عايزه اقول لكم احنا دلوقتي اخذنا الفابريكيشن. دلوقتي يا ولاد البوست والكور ممكن يكون ريدي ميد زي الفايبر بوست والجولد بليتد بوست، وزي اللي معانا في الصوره دلوقتي ده اللي هو اللونه سيلفر، ده الريدي ميد بوست اللي هو النيكل تيتانيوم بوست، ده ريدي ميد. عندنا الكاستم ميد يا ولاد، ان انا اعمل بوست وكور، ده ممكن يكون بدايركت تكنيك او باندايركت تكنيك. انا بستخدم في بستخدم اني تكنيك؟ انا دكتوره ولاء لما باجي اعمل كاستم ميد بوست وكور بعمل اندايركت تكنيك. طيب هقول لك بعمل اندايركت تكنيك ازاي. بعمل الاندايركت تكنيك ازاي؟ احنا متفقين يا ولاد عشان اعمل بوست وكور لازم انزل ترتين الكلام. تمام؟ تمام يا ولاد ولا مش تمام؟ تمام يا دكتور. طيب انا هجيب الدريل بتاعي وانزل ترتين الكلام. تمام؟ تمام. وقبل ما اعمل، وبعد ما اعمل منزل تلتين الكنال، هعمل ريدكشن للتوث ستراكشر. ازاي؟ على فكره انا هشرحه لكم حلو، هقعد اعيد عليه كذا مره ورا بعض هتفهموه كويس. شايفين يا ولاد الصورة دي؟ أول صورة في الشمال عندي مكان هول عاملة دريلنج للبوست، وعلى ريميننج توس ستراكشر في فينش لاين، في ولا مفيش؟ طيب يبقى أنا لما باجي أعمل كاستم من بوست بعمل إيه؟ بعمل دريلنج
بعد كده بجيب الستون بتاعتي واعمل ريدكشن على الريميننج تو ستراكشر، اعمل شامفر فينش لاين. تعملي كده يا دكتور ولاء ليه؟ عشان انا لما اخد مقاس للكنالة دي والمعمل يعمل لي بوست وكور معدن بالمنظر ده، شايفين يا ولاد في بوست وكور في صوره واحده، واحد احمر ده عباره عن الواكس واكس باترن، واللي تحتيه ميتال، ده اللي المعمل عمله. شايفين الكور يا ولاد؟ عايزاه يكون قافل على المارجن بتاعه التوس ستراكشر. لو انا مش عامله ريدكشن للتوس ستراكشر زي في الصوره دي، عارفين ايه اللي هيحصل؟ المعمل هيعمل لي بوست معدن ويعمل لي كوره، كور من المعدن كبيره خارج التوس ستراكشر، وانا اقعد ابرد لميتال. فانا لو عملت ريدكشن لميتال هيبقى تايم كونسيومنج، هيضيع الوقت، هيتعب الكونترا، هيعمل هيت جنريشن للعيان، هيتعبني جامد جدا. فانا ببرد السنه علشان المعمل يعمل الكور بتاعه الواكس باتر قافل على الفينش لاين، فيطلع لي كور قافل على الفينش لاين معدن، فانا ما اضطرش ابرد، الزق وخلاص. فهمتوا حاجه يا ولاد؟ هقول لما انا جيت عملت البوست والكور اللي هو الفايبر، وعملت كور من الكومبوزيت وقعدت اشيل الاكسس بالكونترا، انا ما عنديش مشكله. ليه؟ عشان الكور كومبوزيت، هيبقى سهل جدا اشيل الاكسس بالكونترا. لكن لما يكون الكور ميتال يا ولاد، هيبقى صعب جدا ان انا اشيل الاكسس بالكونترا، ولا هيبقى سهل؟ حد يرد عليا؟ صعب، هيبقى صعب. فعشان كده انا بعمل ايه؟ مش انا بس، كل الناس لما بيجوا يعملوا كاستم ميد بوستن كور، بيعملوا بعد ما بيعملوا دريلنج لتلتين الكنال، بيعملوا ريدكشن للريميننج توس ستراكشر علشان الكور يكون كونفايند او قافل على التوس ستراكشر، ما يكونش فيه اي اكسس، عشان ما اقدرش، عشان ما اضطرش ابرده. حد عنده مشكلة يا ولاد؟ يا ولاد هو الامبريشن يا دكتور بيوصل ازاي للتلتين الكلام؟ انا هشرح كل ده. انا بقول لك خطوة واحدة دلوقتي. اول خطوة انت هتعمل دريلينج بالدريل، تاني خطوة تعمل لي ريدكشن للريميننج توس ستراكشر. حد عنده مشكلة؟ لا. هبتدي بقى اشرح لك هناخد الامبريشن ازاي. تمام؟ اللي كان بيتكلم معايا مين؟ احمد اسمه ايه اللي كان بيسأل؟ ايوه ده اسمك ايه؟ احمد عصام صح؟ هبتدي اشرح لك يا احمد. ايوه تماما. يعني انت متفق معايا ان انا هعمل دريلنج لتلتين الكنال، وبعد كده هعمل ريدكشن، اعمل ريدكشن للريميننج توس ستراكشر، واعمل فينش لاين زي في الصوره اللي قصادنا دي. ايوه تماما. علشان الميتال كور يكون ما يكونش في اي اكسس بره التوس ستراكشر. تمام؟ تمام. هبتدي اقول لك بقى هناخد الامبريشن ازاي. انا عملت دريلنج بالدريل، هبتدي اجيب بلاستيك بوست. البلاستيك بوست ده يا ولاد بيبقى شكله زي سن المشط، او شكله زي الوج الخشب بتاع الاوبرتوف. تمام؟ حد عنده مشكله يا ولاد؟ حد عنده مشكله؟ لا تمام ده. طب بصوا يا ولاد، يعني استراحة دقيقة وهكمل معاكم، ماشي؟ خليكم معايا دقيقة، هعمل ميوت دقيقة.
ازاي؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن الاندايركت تكنيك في الكاستم ميد بوست. بقول لكم يا اولاد لما بنعمل دريلنج للكنال لتلتين الكنال وبعمل ريدكشن للكورونال توث ستراكشر وبعمل فينش لاين علشان يبقى الكور كونفايند للفينش لاين ده وما يكونش عندي اي اكسس من الكور عشان هو ميتال فهيكون صعب الفينشنج والريدكشن. هاخد امبريشن يا ولاد ان انا بجيب بلاستيك بوست لوسلي فيت ان ذا كانال، يعني بجيب بوست بلاستيك يكون بيدخل الكانال وبيخرج بسهوله ويكون سن جدا على الكانال، يكون رفيع جدا على الكانال. بجيب البوست اللوسلي فيت وانزل بيه ل 14 مللي واحط دستوبر، وبعد كده بحط لوبريكانت، بحط لوبريكانت في الكنال بأي سيرنج أو ببيبر بوينت، وبعدين يا ولاد بعمل إيه؟ عارفين الزيتا بلس اللي عندنا في العيادة رابر بيس؟ أيوه يا دكتور. بجيب يا مي اللي ردت هدير ولا مي؟ مين اللي رد عليا؟ هدير يا دكتور. بصي يا هدير يا حبيبتي، هنجيب الزيتا بلس الهيفي، ناخد جزء من الهيفي ومن الكاتالست ونعمل لهم ميكسنج ونعمل امبريشن للوول ارش بتاع البيشنت. يعني لو هو مثلا هعمل بوست وكاستم ميد لابر سنترال، هاخد امبريشن بالهيفي للابر كله. تمام تمام بعد كده بجيب اللايت، لما حاجه اخد الامبريشن لللايت ده فور هاند تكنيك، يعني لازم انا وهدير، انا واي اسيستنت، انا مثلا واحمد عصام، هدير واحمد عصام، هو فور هاند تكنيك. هنعمل ايه بقى؟ شايفين في الصورة الثانية
الامبريشن ماتيريال يا اولاد اتجر بيكون ليها تب هدير هتحط اللايت انسايد ذا روت كانال تمام؟ وانا هاخد الجر واحط على الهيفي في التريل تمام؟ يبقى في اتنين هيشتغلوا، واحد هيحط على البلاستيك بوست من بره لايت رابر بيز، وهياخد التب بتاعت السيرنج ويقوم حاطط انسايد ذا روت كانال ويحط البلاستيك بوست اللوسلي فيت انسايد الروت كانال لغايه الاستوبر بتاعنا لغايه 14 بيوم كده. دور هديل خلص. هديل دورها ان هي حطت الرابر بيز اللايت من الجن على البلاستيك بوست اللي هو اللوسلي فيت لغايه 14 مللي حطت عليه، وهو بره بق العيان اوتسايد البيشنت ماوس حطت الرابر بيز، وحطت الرابر بيز انسايد روت كانال بالجن عادي، وبعد كده جابت البوست البلاستيك بوست وحط وعملت له انسيرشن انسايد الروت كانال وقفت لغايه الاستوبر كده. هدير عملت دورها زي الفل. تيجي دكتوره ولاء تاخد الجن بالرابر بيز في نفس الوقت وتقوم حاطه اللايت على الهيفي جوه التري، بعد كده اقوم واخده التري حطاها على البوست اللي هو انسايد البيشنت ماوس، هستنى دقيقه هيطلع معايا امبريشن بالمنظر ده. بالمنظر ده يا ولاد عندي هو امبريشن للقرش كله وجي عند الكنال واخد الكنال. ممكن في صورة تانية برضو أحسن؟ الصورة دي أحسن. أهو الكلام اللي أنا بقوله، حطينا رابر بيز انسايد روت كنال، ده هدير عملته وحطت الرابر بيز بالسيرنج بتاعتي على البلاستيك فوق بوست، وبالتويزر مسكت البلاستيك بوست لغايه 14 مللي بالاستوبر وعملت زود كده. انا بقى في نفس الوقت جبت التريل اللي كنت واخده لها هيفي من 3 دقائق وقمت حطيت لايت وحطيته كله انسايد البيشنت ماوس، هيطلع لي في الاخر امبريشن بالمنظر ده، واخد واخد القرش كله ومطلع السنه بالفينش لاين اللي انا عاملاه بالبوست بطول البوست. في حاجه صعبه يا احمد عصام؟ لا تمام يا دكتور، سهل جدا وهنعمله في العياده، ده اسهل من السهوله. انت بتعمل ايه؟ بتنزل بالدريل 14 مللي تجيب التي ار تيبر ستونز راوند اند وتعمل شامفر فينش لاين، بعد كده تجيب بلاستيك بوست. ما عندكش بلاستيك بوست ممكن نجيب ويدج او ممكن نجيب خله سنان اي حاجه وود واطلع منها جزء رفيع يبقى لوسلي فيت انسايد الكنال ويكون اكتر من ال 14 مللي اللي انا عايزاه، واجيب الاستوبر واعلم عند 14 مللي ونكون واخدين الهيفي. بعد ما ناخد الهيفي واحد يحط اللايت على البلاستيك بوست ده اللي هو اللوسلي فيت او الوود بوست اللي هو البوست اللي من خشب اللي هو اللوسلي فيت، بتحط بالسيرنج على البوست لغايه الاستوبر وتحط انسايد الكنال، واحد تاني بيحط على الهيفي اللي هو الرابر بيس. بعد ما نحط البوست لغايه الاستوبر بنقوم جايبين التراي بالهيفي باللايت ونحطهم انسايد البيشنت، هيطلع في الاخر بعد دقيقه معايا التراي في ايدي فيها الهيفي باللايت بالبوست بتاعي. ده الاندايركت تكنيك وده اللي انا بستخدمه. تمام يا اولاد؟ يبقى احنا اخذنا البوست، لو قلت لك في سؤال ممكن اجيب لك في سؤال في الميد تيرم اقول لك منشن او ديسكاس الميثودز اوف كونستراكشن
اوف كاف اوف بوست. فهتقول لي يا دكتور عندي تو ماسلز، عندي الريدي ميد وتوم، وتقول لي تحت الريدي ميد مين اللي هو الجولد بليتد بوست واليونيمتريك بوست اللي هو النيكل تيتانيوم والفايبر بوست، تمام؟ هتقول لي الكاستم ميد ممكن يكون دايركت تكنيك واندايركت، اللي انا شرحته لكم اللي هو طريقه الانيميشن ده، لا اللي هو الاندايركت. دايركت ده بقى نفس الكلام وسهل جدا. هشرح لك الدايركت دلوقتي وكده نبقى خلصنا الدستور كله. الدايركت تكنيك يا ولاد ان انا هقول لك ان انت هتعمل نفس الكلام، تعمل دريلنج للكنال لغايه ثلثين الكنال، تمام يا ولاد؟ وبعد كده هتعمل الشامفر فينش لاين، وبعد كده هنعمل بقى الدايركت كاستم ميد بوست. هنعمله ازاي؟ هجيب بلاستيك بوست او ميتال بوست لوسلي فيت انسايد ذا روت كانال، ومثلا لو الطول عندي 14 يبقى طول 14. هعمل لوبريكيشن للروت كانال بفازلين او اي سيبريتنج ميديوم او اي لوبريكانت، وبعد كده بلاستيك بوست لوسلي فيت، وهقوم حاطه على البلاستيك بوست اللوسلي فيت واكس سوفتن واكس. اجيب واكس سخن بالسيرنج يكون سوفت واحطه على البلاستيك بوست اللي هو اللوسلي فيت، احطه انسايد الكنال، وبعد كده اجيب السيرنج اللي فيها سوفتن واكس واكمل بيها شكل الكور لغايه ما يبقى عندي المنظر ده. شايفين يا ولاد سنه اهي مكسوره، جيت انا حطيت البوست البلاستيك، البوست البلاستيك ده بمسكه في ايدي ومعلمه بالاستوبر لغايه 14 مللي، واجيب السيرنج بتطلع سوفت ماكس واقعد اعمل له كوت البلاستيك بوست بالسوفت ماكس وادخله جوه الكنال واخرجه، وادخله واخرجه لغايه ما ياخد شكل الكنال ويبقى مليان، ويبقى عندي بوست من الواكس. بعد ما بخلص البوست بطلع احط واكس مكان الكور اللي هو الاحمر ده، بتبقى كوره في الاول وفيها اكسس، بجيب الكارفر واشيل الاكسس ويكون الكور مش زياده عن الفينش لاين، يكون سراوندد باي الشامفر الديب شامفر او الشولدر فينش لاين. لما بوديه للمعمل بوست وكور واكس بالمنظر ده اللي هو الاحمر فزه، هو بيجيب لي بوست وكور ميتال بالمنظر ده، بيبقى بمنتهى السهوله بيتحط جوه زي ربع اخر صوره جوه الكنال، وبيكون الكور الميتال كونفايند مع الفينش لاين وما بشيلش اكسس بالكور. في حاجه صعبه يا ولاد؟ لا مفيش حاجه صعبه، تمام؟ طيب انا قلت لك الدايركت تكنيك ممكن استخدم واكس احط على البلاستيك بوست او الميتال بوست اللي هو لوسلي فيت، احط سوفت واكس. طب ممكن تحطي اكريل بدل الواكس، ممكن تحطي اكريل حاجه اسمها ديولالين. يبقى انا ممكن اعمل الدايركت تكنيك بالواكس او بالديولالين، الدايركت تكنيك باخد الريش. في حاجه صعبه؟ يعني يا دكتور الاندايركت اللي انا بعمل فيه امبريشن كده، بحط الميديا الفايس واخد امبريشن للمكان البوست، صح؟ قولي تاني، راح صوتك مش واضح، قولي تاني يا مان. الاندايركت اللي انا باخد فيه امبريشن، صح؟ اه. والدايركت اللي انا بشتغل فيه بالوقت، بجي او ديورالي. ديورالي يعني اكريل، تمام؟
على فكرة أنا ممكن مثلا في محاضرة ريفيجن أجيب حد فيكم يجيب سنة بلب سبيس، يعني سنة بتاعت إندو فيها بلب سبيس، وأنا أعمل لكم الإمبريشن في ثواني على قصد، وأوريكم بيطلع إزاي، بيبقى سهل جدا. أو نعملها على عيان، سهلة جدا جدا. كده يا جماعة احنا خلصنا شابتر البوستن كور. عايزة اقول لكم شوية حاجات مهمة فيه. بصوا يا اولاد، الكاستم ميد اهو، بقول لك لازم يشيل الاكسس بتاع، لازم نعمل البريباريشن للروت كانال، فبننزل لغاية تلتين الكانال، بتشيل جتا بركة من تلتين الكانال، وبنسيب الابيكال وان سيرت. طيب في حاجة يا أولاد عايزة أقول لكم عليها مهمة جدا، اسمها الفيرل. يعني إيه الفيرل يا أولاد؟ الفيرل يا أولاد يعني آخد جزء من الروت وأعمله كراون، يعني فينيش لاين ما يكونش عند سمنت وإنامل جنكشن، ما يكونش عند الكراون، يكون في الروت. الفيرل هو اكستنشن اوف اكزيال وولز اوف كراون ابيكال تو ذا ميسنج تروس ستراكشر. لو شايفين يا ولاد في الصورة الأولانية إن أنا عاملة ريدكشن 2 مللي تحت الجنجفة، هو ده الفيرل، إن أنا نازلة تحت السمنتو إنامل جنكشن. الفيرل extension of axial walls of the crown apical to the missing tooth structure. بعمل الفيرل ده إزاي يا ولاد؟ ان انا بعمل جينجفيكتومي، ان انا بجيب جهاز الليزر او اللانسيت واشي واقص اللثه. بصوا يا ولاد انا هنا عندي ريميننج روت، عايزه اطلع منه كراون واطلع منه روت ويبقى عندي كراون روتيش، فبقص اللثه 2 مللي ممكن باللانسيت او بجهاز الليزر، بعمل جينجفيكتومي، والجزء اللي بعمل عليه ريدكشن في الروت هو ده اسمه الفيرل. التكنيكس بتاعت الكاستم ميد، التكنيكس بتاعت البوستن كور عندي بري فابريكيتد يعني ريدي ميد، وعندنا الكاستم ميد ممكن يكون دايركت زي ما انت سالتي يا مي، يكون واكس او ريزن، وممكن يكون دايركت يعني اخد اوبريشن. بصي الصورة دي باين جدا اهو امبريشن، شايفة يا مي؟ ده هنا عامل كاستم ميد تو كانالز. وهو شكل الكاستم ميد بوستن كور ده يا ولاد الاندوكراون، وشرحته في المحاضرة. ممكن يكون بلاد جوينت يعني بتشيل من الكلوزر 2 مللي، وممكن يكون الشولدر فينش لاين زي في الصوره دي. ده يا ولاد الجولد بليتد بوست، ده النوردن بوست، ودي الستبس. ده شكل يا ولاد الكاستم ميد بوست. عايزه اقول لكم يا ولاد لو انا مش عامله ريدكشن للبيبي توث ستراكشر مش هيطلع لي ميتال بالشكل الحلو ده، هيطلع لي اكسس ميتال وحاجه ملهاش شكل، فلازم اعمل ريدكشن. كده احنا خلصنا البوستن كور. في حاجه صعبه؟ دكتور، هو بالنسبه للريدكشن للريميننج هل بيبقى ليه شكل معين ولا بس ان انا بعمل فينش لاين؟ ممكن بتعملي ريدكشن، يبقى بتعملي ريدكشن ان انت تعملي فينش لاين وما يكونش في اندر كات، وانت حره بقى تعملي ديب شامفر او تعملي شورت. انا بعمل كل شورت ديب شامفر. يعني انا اصلا اللي هو مش هيفرق معايا قد ايه فاضل من هو، انا هعمل فينش لاين وبس. يا حبيبتي
طيب كنت عايزه بقى اناقشكم في حاجه وناخد ريست 3 دقايق وندخل بقى على مقدمه كده في البريدونتال اسيد. عايزين نتناقش مع بعض يا اولاد في حاجه عشان دي ممكن اقولها لكم كلينيكال كيس. عندنا رول عندي رول دلوقتي يا اولاد. دكتوره ولاء دلوقتي ده بيبص انكول. طيب يا دكتور ولاء انا عندي عيان في عياده، الحاله دي اعمل لها ريدي ميد بوست انكول ولا اعمل لها كاستم ميد ولا اعمل لها اندو كراون؟ ممكن اديكم دقيقه انا قاعده معاكم دقيقه تفكروا وبعد كده نتناقش. دقيقه واحده، جالي عيان في العياده احط اعمل له ريدي ميد ولا اعمل له كاستم ميد ولا اعمل له اندو كراون؟ انا الشابتر ده اديتكم ثلاث حاجات، هستخدم انهي حاجه ولا كل حاجه بتنفع لكل حاجه؟ دلوقتي الساعة 2 بالظبط، 2 ودقيقة هسأل تمام؟ هنفكر دقيقة بالظبط 60 ثانية يا مي تمام؟ تمام يا الدياكوز. حد عارف ولا اقول انا؟ انا شايف يا دكتور اندوكراون. انت شايف ايه؟ اندوكراون. يعني على طول كده اندوكراون ولا حاجه بتخليك تختار حاجه وحاجه بتخليك تختار حاجه؟ اصل كده كده الاندوكراون هيبقى اسهل حاجه في البريبريشن بالنسبه لده كله، وفي نفس الوقت هو ك ك ك يعني مثلا كبوست هيبقى اقل من ده كله، يعني هو هيبقى امبريشن واحد وهعمل اللي هاخد بيه وخلاص. اي يعني كل الحالات يا عمر يدفع عليها اندوكراون؟ لا مش هيبقى كلها، يعني مثلا لو هو لو في عندي مثلا انامل او ان انا حاجه اعرف اعمل عليها اللي هو الفينش لاين بتاع الاندوكراون هشتغل، لكن مثلا لما يكون عندي بيشنت يبقى عندي ريميننج جروث وانا عايز اطلع مثلا ببوست اند كور هيبقى بوست اند كور. تمام ممكن نقول الكلام بطريقه مور ساينتفك. حد يقدر يقول كلام عمر انت اللي بتقوله صح بس عايزين نقول بقى كلام عادي. انت بتقول لو ينفع عندي كراون ينفع، لو في توس ستراكشر مفيش توس ستراكشر نعمل بوست اند كور صح؟ كلامك صح بس عايزين نقوله اكثر تحديدا واكثر طريقه علميه. حد يقدر يقول ولا اقول انا؟ دكتور انا مش ممكن اللي بيحكم من الاول الوقت بتاع البيشنت هل هو هيعرف يجي لك هنا ولا لا؟ لا مفيش حاجه اسمها وقت، مفيش الكلام الفارغ لانه كله مش هياخد وقت. واحنا كمان دكاتره احنا مش يعني انا عايزه اقول لك اي عيان هو جاي ياخد تيتو فاول مره انت بتعمل له دايجنوزز وتقول له تريتمنت بلان الخطه العلاجيه كذا هتاخد كام زياره تكلفتها كذا، وافق بالوقت هنشتغل له، ما وافقش بالوقت مش هنشتغل له، وافق على الفلوس هنشتغل له، ما وافقش مش هنشتغل له. يعني في واحده قلت لها تعالى اعمل لك زرع وهياخد 3 شهور قالت لك لا مش هينفع هتعمله لها في يوم تزرع وتحط الكراون وتقفل وكده ويخرج ويحصل له فيلير؟ لا طبعا انت دكتور. طيب هقول لكم انا يا ولاد اللي عمر قاله صح بس انا هقوله بمور ساينتفك. لو انا العيان جاي والتوس فور وول فور اكزيال وول يعني عند كل الاكزيال وول هعمل اندو كراون،
لو عنده one missing axial hole هعمل الاندوكراون. يبقى الاندوكراون لو السنه انت او missing only one hole. تمام؟ لو السنه 50% منها موجود هعمل ريدي ميد بوستن كور. لو السنه مور ذان 50% missing يعني حصل فيها destruction more than 50% ساعتها هعمل custom made post انكور. نقولها تاني، لو السنة intact فيها الفور axial wall او فيها only one missing wall هعمل الاندوكراون. السنة فيها 50% tooth structure clonal tooth structure او more than 50% clonal tooth structure هعمل ready made post انكور. لو لزان 50% كرونال توس ستراكشر هعمل كاستم ميد بوستر. واضحه يا مي؟ اه يا دكتور واضحه. يا جماعه الحاجات دي هجيبها لكم كلينيكال كيسز، هجيب لك الامتحان عيان جالك العياده واقول لك مثلا عنده ميسنج توس ستراكشر قد كده هتعمل له ايه؟ منشن ذا تريتمنت موداليتي. يبقى انا هبقى ساعتها عايزه اندوكراون بس، او عايزه ريدي ميد بس، او عايزه كاستم ميد بس. تمام؟ انا مش هجيب لك امتحان قول لي انديكيشن وكونترا انديكيشن وادفانتج وديس ادفانتج الكلام الفرد ده، احنا في تخرج، احنا دكاتره. تمام يا ولاد؟ تمام يا دكتور. تمام يا مي؟ تمام يا كريم؟ اه يا دكتور معاك. هنبتدي بقى يا ولاد، اديكم خمس دقائق ريست واديكم بعد كده الانترودكشن بتاعت البريدونتال اسكت، وهنكمل البريدونتال اسكت في فيس تو فيس. وبكره باذن الله هنزل لكم كل الوورد وكل الباور بوينت. ماي ناخد خمس دقائق ريست ولا ندخل على البريدونتال على طول؟ لا ندخل على طول. تمام. البريدونت الاسبكت طالعه معاكي دلوقتي صح؟ اه دكتور ناصر. طيب قبل يا جماعه ما ادخل على البريدونت الاسبكت، عبد الوهاب علاء الدين، عرفت لما يجي لك كيس تعرف امتى تعمل لها اندوكراون او ريدي ميد بوست اند كور او كاستم ميد بوست اند كور؟ عبد الوهاب، عبد الوهاب المايك بتاعه فيه مشكله او مش موجود. طب كريم مسلم، عرفت يعني لو جبت لك كيس هتعرف تحلها؟ هتعرف؟ طيب وبرده ممكن اللابنت فينيرز اقول لك ايه؟ جالك عيان او اجيب لك صوره مثلا عنده اتريشن او بيت شيب لاترال اقول لك منشن التريتمنت موداليتي، ساعتها هتقول لي لابنت فينيرز. تمام يا ولاد؟ مش لازم اقول لك قول لي ديفاين لابنت فينيرز وقول لي الاتريشن كونتر اتريشن، مش هجيب اسئله عبيطه كده. ماشي؟ يعني هيبقى الليفل بتاعنا بقى ليفل دكاتره. احنا دلوقتي يا اولاد خلصنا اللامينيت فينير وخلصنا الريستريشن اوف الاندودونت كريتيس، كده ناقص لنا اربع مواضيع اللي هو البريدونتال اسبكت والبيولوجيكال اسبكت والسيمنت والريزن بوندد بريدج. هناخد البريدونتال المره دي والمره الجايه السيمنت وبعد كده البيولوجيكال واخر حاجه الريزن بوندد. Thank you.
ماشي يا ولاد، ندخل يا مي في البريدونت الاسود. طيب احنا خلاص خلصنا البوستن كور، هديكم النهارده انترو في البريدونت الاسود، وفي الفيس تو فيس هنخلص البريدونت الاسود، وكده نبقى خلصنا ثلاث مواضيع، فاضل لنا ثلاث مواضيع باذن الله. البيولوجيكال عبيط جدا، هاخد مره واحده، لا اما فيس تو فيس لا اما اونلاين. السيمنت هو المهم، فهياخد واحده اونلاين واحده فيس تو فيس، والريزن بوند ممكن ياخد واحده او اثنين. دلوقتي يا اولاد انا لما باجي اعمل بريدج ببقى مهتميه ان الابارتمنت تيرمينال، الابارتمنت بتاعت البريدج ما يحصلهاش موبيليتي، ان العيان ما يحصلوش سوالين، تمام، ان الجينجفا ما تكونش ريد وإيديمتس. الجينجفا مفروض تكون النورمال جينجفا مفروض تكون ايه يا ولاد؟ بيل بينك. تكون ايه؟ كورال بينك. تكون ايه؟ كورال بينك. قبل البينك انت قايل ايه؟ اول كلمة بس ما سمعتهاش. لا مش انا. انا قلت بيل بينك يا دكتور. تكون بيل بينك صح؟ بيل بينك يا علي صح؟ قلت بيل بينك صح؟ أنا الجينجفا يا ولاد عايزاها بيل بينك، يعني بينك شاحبة كده، بينك هادي. لو هي رد وإيديمتس يبقى العين عنده مشكلة، فأنا عايزة الجينجفا تكون بيل بينك، البون يكون سبور، عامل سبورتنج للتوس ستراكشر، مش عايزه موبيليتي، مش عايزه اي بريدونتال بروبلمز. طيب يبقى انا علشان ما يحصليش اي بريدونتال بروبلم يبقى انا لازم اراعي البريدونشن بتاعي. في اربع حاجات بتاثر على الهيلث اوف بريدونشن: الاكزيال كونتور بتاع الكراون او البريدج، الاوكلوزال مورفولوجي بتاع الكراون او البريدج، المارجن بليسمنت بتاع الكراون او البريدج، البونتك ديزاين بتاع البريدج. يبقى عندي اربعه فاكتور بتافكت الهيلث اوف بريدونشن، اللي هم الاكزيال كونتور اوف ريتينر، الاوكلوزال مورفولوجي اوف ريتينر اور بونتك، المارجن بليسمنت اوف ريتينر، البونتك ديزاين. في حاجه صعبه يا ولاد؟ في حاجه صعبه يا ماي؟ ماي؟ لا يا دكتور مفيش حاجه صعبه. يبقى الفاكتورز اللي افكت الهيلث اوف بريدونشن واللي هم كده يا ماي؟ ايه يا حضرتك يا دكتور؟ الفاكتورز اللي افكت الهيلث اوف بريدونشن ايه هم؟ يعني اقرا السلايد ولا اقول؟ اقرا يا حبيبتي. اكزيال كونتور، اوكلوزال مورفولوجي، والمارجن بليسمنت، والبونتك ديزاين. طيب في حاجه من الاربعه دول مش مفهومه؟ بالمعنى يعني. اخر حاجه مش عارفاها صح؟ بتقولي يا مي ايه اللي مش فاهماه؟ البونتك ديزاين؟ طيب. طيب حاجة حاجة هنتكلم عليها يا ولاد. أول حاجة الأجزية الكونتور هنتكلم عليه. الأجزية الكونتور يا ولاد زي الصورة الريد اللي قصادنا دي، إن أنا عايزة يكون الهايت أوف كونتور في مكانه الصحيح،
الهايت اوف كونتور في الفيشيال سيرفيس بيكون في السيرفايكال 1 سيرف. شايفين يبقى عند السيرفايكال بيكون الهايت اوف كونتور، بيكون البلج بتاعه قد ايه، السكنس بتاعه قد ايه. في الانتيريور تيس يا ولاد بيكون 0.5، في البري مولرز 0.7، في المولر 1 مللي. يبقى انا اول فاكتور بيأفكت الهيلث اوف بريدونشن عندي. يبقى انا النهارده دكتور ولاء بتقول لي بتديني شابتر اسمه البريدونتال اسبكت او البريدونتال هيلث. ايه الفاكتورز اللي بتأفكت البريدونتال اسبكت او فيكسد بروسودونتكس؟ ايه الحاجه اللي بتأثر على البريدونتال في عامه في البريدجز او الكراون؟ 4 حاجات. اول حاجه الاكزيال كونتور، الاكزيال كونتور بيأثر على البريدونشن بتاع العيان. بيأثر ازاي؟ عندي الاكزيال كونتور في الفيشيال وفي الليمبال وفي البروكسيمال، تمام. انا عايزه الفيشيال يا اولاد زي الصوره اللي وصلنا ان يكون الهايت اوف كونتور يبقى في السيرفايكال 1 ثيرد، ويكون السكنس بتاعه لو في انتيريور تيس يكون نص ملي، لو في بريمولر 0.7، لو في مولر 1 مللي. النورمال بلج يا ولاد او البلج يعني الهايت اوف كونتور يعني الماكسيمم كونفكستي، يعني بالعربي كده الكرش بتاع السنه. السنه اهي من فوق ما فيهاش بلج، مش تخينه، ومن تحت ما فيهاش بلج. جينا عند السيرفايكال 1 ثيرد حصل لها ماكسيمم كونفكستي او هايت اوف كونتور او بلج، تمام. عايزينه في الانتيريور يكون نص ملي، في البري مولرز الهايت اوف كونتور او الماكسيمم كونفكسيتي يكون 0.7، في المولرز يكون 1 ملي. في حاجه صعبه يا مي؟ طيب بيكون في الفيشيال سيرفيس في السيرفايكال 1 ثيرد. طيب في اللينجوال سيرفيس بيكون فين؟ في الميدل ثيرد، تمام؟ تعالوا يا ولاد نشوف الاكزيال كونتور. بقول لك الاكزيال كونتور عندي في الاكزيال فيشيال لينجوال وبوكس. الفيشيال بقول لك ان الهايت اوف كونتور وفرستريشن از فيري امبورتنت فور هيلثي برودونشن. السايز بتاعه اوف ذا نورمال بار بيكون في الانتيريور 0.5، في البريمولر 0.7، في المولر 1 ملي. البوزيشن اوف هايت اوف كونتور بيكون في السيرفايكال 1 ثيرد، في البوكال سيرفيس، وبيكون في الميدل 1 ثيرد، في اللينجوال سيرفيس، وفي البروكسيمال سيرفيس يا ولاد بيكون في الاوكلوزال 1 ثيرد، تمام. في حاجه مهمه عندي يا ولاد اسمها الايمرجنس بروفايل. ولاد في المحاضره اللي هي الفيس تو فيس هشرح لكم على السبوره ايه بلج اكتر. انت هنا يا مي مش فاهمه بلج قوي، صح ولا فاهمه ايه حضرتك؟ كلمه بلج اللي عماله اقول لك في الانتيري 0.5 وفي البريمولرز اوبن سيرفس بيبقى النهارده ما بيبقاش فلات، هو بيبقى في حتت كونفكس. برافو عليك، برافو عليك يا مي، والله قلت كلام في الجول. ان التوث الاكزيال سيرفس ما بيكونش فلات، لازم يكون ليه ماكسيمم اوف كونفكسيتي، فبيكون البلج او البلج ده بيبقى 0.5 او 0.7 او 1 ملي. في الصوره بقى يا اولاد اللي كانت موجوده من شويه
عند النورمال بولج تحتي تحت تحت النورمال بولج لو مش لو مشينا خط لازم يكون ستريت. يكون ستريت. ثواني احاول اوريها لكم بحاجه اوضح عشان هديكم حاجه دلوقتي اسمها emergency profile. حاول اوريكم صوره للemergency profile واضحه. كنت عايزة أوريكم صورة يا أولاد، هبقى لكم في المحاضرة. شايفين يا أولاد في الصورة دي عندي النورمال بالج. في الصورة دي يا أولاد النورمال بالج موجود. تحت تحت الماكسيمم كونفكس يا ولاد لو مشيت خط لازم يكون ستريت او كونكيف ما يكونش كونفكس. الامرجنس بروفايل ده يا ولاد هيبقى اوضح اكتر لما ارسمولكم على السبوره في المحاضره. ايه هو الامرجنس بروفايل؟ ان الاريا اللي هي ولاد في الصوره دي مش انا عندي بالج؟ عندي بالج ماكسيمم اوف كونفكستي صح؟ صح يا مي؟ اه يا دكتور معاك صح. لا لو مشيت خط تحت البالج ده لازم يكون خط مستقيم. يبقى الامرجنس بروفايل هو الانفرا بالج يعني المكان اللي تحت الهايت اوف كنترول المفروض يكون لا ستريت لا اما يكون كونكيف ما يكونش كونفكس. ليه؟ علشان الستريت والكونكيف هيسمح ان انت تستخدمي انتر دنتال فلوس، هيسمح ان انت تستخدمي انتر دنتال براش، هيسمح انك تستخدمي الاورال هيجين ميجرز. لكن لو هو كونفكس هينترفير مع الاورال هيجين ميجرز. يبقى عندي حاجه اسمها الامرجنس بروفايل هو الانفرا بالج اريا، والامرجنس بروفايل ده يا ولاد بيكون كونكيف او ستريت
نيفر كونفكس، نيفر ان يكون الامرجنس بروفايل بتاعي يكون كونفكس عشان هو بيعمل كده انترفيرنس مع الاورال هايجين ميجرز. اخدت الامرجنس بروفايل في البريو يا ولاد؟ علي علي ثابت علي، اخدت الامرجنس بروفايل في البريو؟ اه يا دكتور. طب ما تقولوا لي انكم عارفينه، يعني انتوا عارفينه؟ ستريت ممكن يعمل لنا ريسيشن، ولو هو مور كونفكس يعمل لنا ريتنشن للفود. يعني انت عارف يبقى الامرجنس بروفايل ده الانفرا بلج اريا تحت الماكسيمم اوف كونفكسيتي او الهايت اوف كونتور، لو رسمنا خط لازم يكون لا ستريت لا كونكيف ما يكونش كونفكس. تمام؟ تمام يا مي؟ طيب لو انا عملت اوفر كونتور ريستوريشن، يعني جيت في سنه بدل ما تبقى 0.5 في الانتين خليتها 1، هتعمل ايه؟ هتحرم الجينجفا من النورمال مساج. ولو عندي اندر كونتور ريستوريشن، يعني مثلا الهايت اوف كونتور مثلا المفروض اللي هو النورمال بالج المفروض مثلا يبقى 0.7 في بريمولر، قمت عاملاه 0.3، عارف ايه اللي هيحصل يا ولاد؟ الاكل هيخبط في اللثه على طول وهيحصل تروما تو ذا جينجفا. ولو حاجه صعبه يا ولاد، يبقى الفولتي هايت اوف كونتور لو هو اوفر كونتور هيحرم اللثه من النورمال مساج. لو اندر كونتور يعني لو حاجه 0.5 بقت 0.2 هيعمل تروما تو ذا جينجفا والسوفت تيشو. في حاجه صعبه؟ يا ولاد ردوا عليا، في حاجه صعبه؟ لا تمام يا دكتور تمام. هناخد البروكسيمال كونتاكت يا ولاد. بقول لك ان الكونتاكت اريا از كريتيكال فور ذا هيلث اوف ذا برودكشن. ليه يا ولاد؟ لو انا مش عامله كونتاكت اريا، الكونتاكت يا ولاد بيكون تحتيها ايه وفوقيها ايه؟ اللي يعرف يقوله هيبقى شاطر. امبريشن احمد، اللي بيكون تحت اللي بيكون يا علي تحت الكونتاكت اريا اسمه ايه؟ خروج البابيلا. اللي ناحيه الانسايزر ايدج اسمه انسايزر امبريشر، واللي ناحيه الجنجفا اسمه جنجفا امبريشر. الجنجفا امبريشر مهم لايه يا علي؟ ايه؟ كليرنس اوف فود. كليرنس اوف فود اه بيكون مهم للهيلث اوف برودكشن. احمد عصام بقى، الانسايزر امبريشر مهم لايه؟ ولو قلت تبقى شاطر جدا يا احمد، شاطر شاطر لو قلت. سيلف كليرنس عشان الكونتاكت بوينت يا دكتور. ايه؟ الكونتاكت مش هتسمح للفود انه ينزل تحت. لا الانسايز الانجليش يا ولاد مهمه للاساتكس. كان في مغنيه مش فاكر اسمها ايه اللي كانت في مسلسل تامر وشوقي، ايه مش فاكر اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مش عارفين والله. المهم ساعات يا ولاد بيجي لك العيان وتلاقي البريدج كده شكله ارتفيشال كانه بلوك كده، ما بيكونش في سكالوبنج وانسايزر امبريشر، ما بيكونش فيه المثلث اللي تحت الكونتاكت من ناحيه الانسايزر، فما بتبانش ان هي سنه باي سنه بيبقى كانه حته واحده، فده الاستاتكس بتاعه بيبقى وحش جدا. اسمها مي حاجه مي كسر.
ايوه برافو عليك. مي كساب اول ما طلعت في مسلسل تامر وشوقية كنت راجل البنت دي اموره، بس حتى بريدي شكله وحش، عمل لها ضب وهي ما عندهاش بتروجن، هو ما كانش فيه انسايزال امبريشن. دلوقتي غيرت البريدج وبقى فيه سكالوبينج وبقى فيه انسايزال امبريشن، فبقى باين سنه باي سنه سنين طبيعيه. لكن لما ما بيجيلك نقص او عدم وجود او الابسنس اوف انسايزال امبريشن بيخلي البريدج ابير از وان بلوك اند ارتفيشال. تمام يا اولاد؟ تمام يا احمد عصام؟ يبقى انا يا اولاد يبقى بلو واباف الكونتاكت اريا عندي تو امبريشرز مهمين جدا بيأثروا على الهيلث اوف ريلونشن. الكونتاكت اريا لازم اعرف مكانها، بتكون في الاوكلوز جنرال عندنا ليها مكانين، ليها بنحددها اوكلوز جنرال وباكو جنرال. في الاوكلوز جنرال يا اولاد في البوستيريور تيز بتكون في الاوكلوزال ثيرد ما عدا في الابر 6 والابر 7 بتكون في الميدل ثيرد. في الباكولينجوال بتكون فيشيال للميدل ثيرد في البوستيريور تيز ما عدا الابر 6 والابر 7 بتكون سنترد في الميدل ثيرد. تمام؟ طيب في حاجة مهمة جدا ممكن اجيبه لك سؤال في امتحان، اقول لك انت ازاي تعمل لي تيست للسايز اوف كونتاكت. يعني ايه يا ولاد؟ انا ولاد دلوقتي حطيت بريدج مع الادجيسنت، ما يكونش اوفر كونتورد، ما يبقاش قافل لي الكونتاكت. تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ تمام يا دكتور. تمام يا ولاد، مش عايزاه يبقى اوفر كونتور، ما يكونش قافل لي الكونتاكت مع الادجيسن. مش عايزاه يا ولاد يكون اندر كونتور ويبقى الاكل يتحشر ما بين البريدج والادجيسن تيس ولا يعمل تروما. صح ولا مش صح يا دير؟ صح يا دكتور. يبقى انا عايزه البريدج يكون في نورمال كونتاكت اريا، لا اوفر كونتور ولا اندر كونتور. طيب يبقى انا لازم اعمل له اختبار. بعمل له اختبار ازاي؟ بجيب دنتال فلوس، لو الدنتال فلوس عدت ما بين البريدج والادجيسنت تيس والسلايت ريزيستنس يبقى دي بيرفكت كونتاكت اريا. تمام يا هدير؟ طيب افرضي بقى الدنتال فلوس حصل لها تيرنج اتقطعت، يبقى كده عندي اوفر كونتور ريستوريشن وكده انا مقصره على الكونتاكت وعامله حاجه اسمها تايت كونتاكت. تمام يا هدير؟ ايوه يا دكتور. طيب افرضي بقى يا هدير الدنتال فلوس عدت وزقوت اني ريزيستنس وتدخل وتخرج ولقيت في سبيس كبير، يبقى انا عندي ايه؟ اندر سايزد كونتاكت وكده هيحصل تروما وفود ريتنشن. يبقى انا يا اولاد عشان اعمل تيست للسايز اوف كونتاكت بجيب دنتال فلوس عشان تقيس التايتنس اوف كونتاكت. فبقول لك اف ذا فلوس ريموفد سلايت ريزيستنس يبقى دي نورمال كونتاكت. طب افرض دي ايزلي ريموفد وذ اوت اني ريزيستنس يبقى دي اوبن كونتاكت او اندر سايزد كونتاكت، هتعمل فود امباكشن وبوكت فورميشن. طيب لو الفلوس يا ولاد مش قادره اعمل لها ريموفنج الا
وحصلها تيرنج، يبقى انا عندي اوفر سايز كونتاكت، هتعمل اكسسيف بريشر، هتعمل بوت نزوربشن اند بوكيت فورميشن. اخر حاجه هقولها لكم في المحاضره يا اولاد، لو عندي اوفر دكتور دو كونتاكت عايز اشيلها ازاي؟ بجيب البريدج بتاعي واعلم عليه بماركر، بقلم ماركر زي قلم الهيستولوجي حمرا كده، واعمل بيه بنتنج في بروكسيمال سيرفس، بعمل بنتنج بريد ماركر واحط البريدج. الاريا اللي هيحصل فيها سكراتشز والريد ماركر هيختفي، هي دي الاريا بتاعت الاوفر كونتور دو كونتاكت، وساعتها بنشيلها بالبير او بالستون بتاعتي. تمام يا ولاد، خلصنا محاضره النهارده. في حاجه صعبه؟ لا يا دكتور.